بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نعم. ثم قول المصنف: والفعل والتخليق والترزيق والكلام. نعم. المصنف بصدد تعداد صفات الله تعالى قال: وهي العلم والقدرة والحياة والقوة والسمع والبصر والإرادة والمشية. شرحناها. ثم والفعل والتخليق عبارة عن صفة نازلية تسمى التكوين وسيجيء تحقيقه. وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق. نعم. هذا الفعل والترزيق أراد بهما المصنف صفة الخلق. الخلق، فإذا الطبرسي رحمه الله قال هذا فعل والتخليق. التخليق بمعنى الخلق، يعني معنى مصدري. نعم. عبارة عن صفة نازلية تسمى التكوين. هذه الصفة تسمى التكوين. ثم هل هناك صفة حقيقية قائمة بذاته تعالى بإزاء التكوين، أو هذا التكوين إضافة من الإضافات؟ هذه مسألة خلافية بين الأشاعرة والماتريدية، والمصنف وكذلك الشارح كلاهما من الماتريديين. لذلك هذا المصنف عدد هذه الصفة، هذا يعني الفعل والتخليق كذلك الترزيق التكوين، عدده صفة مستقلة صفة حقيقية كسائر الصفات، يعني العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة، هكذا عددها. فإذا عند الأشاعرة الصفات سبعة، عند الماتريدية الصفات ثمانية بزيادة هذا التكوين. ثم التكوين يعبر عنه بعبارات مختلفة، إما الفعل أو التخليق أو الترزيق. ثم الترزيق يعني يكون أخص من التخليق، أو يعبر عنه بالخلق. نعم هكذا. وسيجيء تحقيقه، تحقيق التكوين، يعني في هذه الصفات الثلاثة الأخيرة، هذا مثلا هذا التكوين كذلك الكلام، وفي هذه الصفات زيادة نزاع وخفاء، لذلك سيفصلها المصنف بشيء من التفصيل. هناك أشار الشارح بقوله إلى ذلك التفصيل بقوله وسيجيء تحقيقه هنا. ثم هنا عبر المصنف بالتخليق، لم يعبر بالخلق. لماذا؟ هذا الذي يوجه الشارح. وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق. كلمة الخلق يستعمل كثيرا في المخلوق. المخلوق هو حاصل بالمصدر. عادة المصدر يستعمل بالمعنى المصدري وبالمعنى الحاصل بالمصدر، لكن هنا هذا شائع، لذلك عبر المصنف بالتخليق، يعني الخلق والتخليق شيء واحد. الفعل أيضا يراد به نفس التخليق، التكوين أيضا هكذا. نعم. ثم والترزيق هو تكوين مخصوص. الترزيق يعني هو من الرزق،
فإذا لو كان الفعل بالإرزاق يقال الترزيق، لو كان الفعل يترتب عليه الحياة يقال إحياء، لو كان يترتب على فعل الله تعالى الموت يقال إماتة، كذلك لو كان يترتب على فعله صورة يقال لفعله التصوير، يعني هكذا يخصص فعله تعالى وخلقه يخصص هكذا بتخصيصات. من هذه المخصصات الترزيق وتكوين لكن مخصوص، صرح به. لماذا صرح بهذا الأخص بعد أن ذكر العامة؟ أولا قال الفعل والتخليق هذا عام، بعد ذلك ذكر هذا الأخص. لماذا؟ إشارة إلى أن مثل التخليق والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى كل منها راجع إلى صفة حقيقة أزلية قائمة بالذات هي التكوين. نعم، الإشارة إلى هذا الأمر ما صرح بهذا المخصوص. نعم، هذا إشارة إلى أن مثل التخليق وكذلك الترزيق، الترزيق يعني إعطاء الرزق، التصوير يعني إيجاد الصورة اللي هي إيجاد الحياة اللي ماتت إيجاد الموت وغير ذلك، ما هو غير ذلك الإيجاد أو اختراع أو إبداع، هكذا كثير مما أسند إلى الله تعالى، يعني هكذا أفعال تسند إلى الله تعالى كل منا راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين. يعني إزاء هذه العبارات، يعني هذه الصفات صفة حقيقية في ذاته تعالى كسائر الصفات كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، إزاء هذه الصفات صفة حقيقية في ذاته تعالى كذلك هنا أيضا. هذا قول السادة الماتريدية رضي الله عنهم وارضاه. ثم هم الشعري يقول لا كما زعم الأشعري رضي الله عنه من أنها إضافات وصفات للأفعال، من أنها إضافات وصفات للأفعال، يعني صفات الأفعال لا يكون في إزائها صفة حقيقة أزلية قائمة بذاته تعالى، بل الفعل يكون من القدرة والإرادة، يعني أي فعل كان أي أمر كان إيجادا أو إعداما تتعلق بهما القدرة تعلقا قديما كما بينا، ثم لهذه القدرة تعلق حادث، وبهذا التعلق الحادث ما يجري ما يجري، يوجد ما يوجد، ينعدم ما ينعدم، فهذا يكون تسحبه والإرادة. لماذا؟ لتخصيص هذا الأمر بهذه اللحظة تكون إرادة، وبذلك يجري ما يجري من أفعال الله تعالى. فإذا ليس وراء هذه الصفات صفة حقيقية قائمة بذاته تعالى، هذا مذهب الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه. ما معنى إضافات؟ معناه كما ذكر المحمود العلامة محمود في حاشيته، ليست راجعة إلى صفة حقيقية موجودة زائدة على السبع، يعني عند الإمام الأشعري وأتباعه الصفات يعني سبعة، عند الإمام الماتريدي وأتباعه الصفات ثمانية، وهذا الفارق يعني صفة التكوين. بل الخلق باعتبار إضافته وتعلقه إلى الرزق مثلا يسمى ترزيقا، إلى الصورة يسمى تصويرا، إلى الحياة يسمى إحياء، إلى الموت يسمى إماتة، هكذا فقط. نعم، ثم فإذا بالنسبة إلى هذا الخلاف، يعني خلاف مسألة التكوين بين الأشاعرة والماتريدية،
ليس هذا الخلاف مثل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في تعطيل الصفات. معتزلة تعطلوا ذات الله تعالى عن صفاته وقالوا يعني عدم الصفات الحقيقية. نعم. أما أهل السنة أثبتوا صفات. نعم. وهذا يعني في صفة واحدة بين الأشاعرة والماتريدية، يعني في صفة التكوين. أما ما بين أهل السنة والمعتزلة الخلاف في جميع الصفات، يعني في صفات الثمانية والسبعة. فإذن لأجل نفيهم صفات الله تعالى وتعطيلهم ذات الله سبحانه وتعالى عن صفاته بدعهم أهل السنة، جعلهم من المبتدعة. فإذا نفس الخلاف يوجد في بالنسبة إلى صفة واحدة بين الأشاعرة والماتريدية. فإذا هل يكون التبديع في هذه المسألة؟ يعني بنفي صفة الترزيق أو التكوين، ترزيق لا، بنفي صفة التكوين هل يبتدع الأشاعرة على رأي الماتريدية؟ لا، حاشا وكلا، وهم ما بدعوا. وهذا ليس يعني تعطيلا كما عطلوا. لو يعني هنا الإمام الأشعري نفى هكذا يعني صفة حقيقية موجودة زائدة على السبعين، ومع ذلك ليس هنا تعطيل الذات عن الصفات، بل هو اعترف بصفات سبعة. لأجل ذلك حذر هذا الخلاف يعني أقل بالنسبة إلى خلاف المعتزلة. لذلك ما بدع الماتريدية والأشاعرة لأجل نفي الأشاعرة صفة التكوين. نعم. بين الأشاعرة والماتريدية خلاف في نحو عشرة من المسائل، وفي بعض منها جمع العلماء قولهما، قول الفريقين جمع بين يعني الخلافين بين القولين حتى انضف الخلاف في بعض المسائل. مثلا مسألة أنا مؤمن إن شاء الله، في هذا القول خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، فإذا بعض العلماء جمعوا هذا الخلاف بين الرأيين. يعني لو كان هذا القول إن شاء الله للتعليق يكفر صاحبه عند الفريقين، لو كان للتبرك لا يكفر عند الفريقين. نعم، هكذا يعني جمعوا. أما هذا مسألة التكوين ما اطلعت على الجمع بين يعني الرأيين. نعم. ثم بعده والكلام، وهي صفة نزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف وذلك. نعم. الكلام هي صفة نزلية عبر عنها بالنظم، يعبر عن هذه الصفة النظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. فإذا وهنا ذكر عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن. وفيما سبق وهنا فيما سبق هنا قال يعني يعبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن. ثم عندما ذكر الإرادة والمشيئة قال وهما عبارتان عن صفة في الحي. إذن هناك عبارة يعني الإرادة عبارة عن المشيئة والمشيئة عبارة عن الإرادة.
ليس ذاك معنى التعبير هنا، عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن. عبر عنها بالنظم المسمى. وهذا معنى يعني الدليل، كما نقول القرآن دليل لكلام الله تعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته تعالى. ثم ما نقرأ من القرآن ليس قرآن فقط، بل سائر الكتب، يعني التوراة والإنجيل والزبور وسائر الصحف المنزلة قبل التحريف، يعني الذي أنزل على الأنبياء. وهذه الكتب كلها والصحف كلها عبارة عن كلام الله تعالى. معناه وهذه الكتب المنزلة تعبر عن أي شيء؟ عن كلام الله تعالى، وكذلك تدل على كلام الله تعالى. معنى هذا أن يعني رجل يعني خيل في نفسه أن يقول إن زيد قائم، يعني فإذا في ذهنه يوجد معنى. ما هذا المعنى؟ يعني معنى قولنا إن زيدا قائم، ثم عن هذا المعنى هو يعبر بقوله إن زيدا قائم. فإذا وقولنا يعني المركب من الحروف والأصوات إن زيدا قائم، نقول عنها هي عبارة عما في ذهننا، وهذا هو معنى التعبير هنا. ليس معنى التعبير فيما سبق يعني هذا إطلاق اسم إرادة في إزائها صفة، فإذا يطلق على هذه الصفة اسم الإرادة، كذلك يطلق على هذه الصفة اسم المشية، ذاك أمر آخر وهذا تعبير آخر. بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. فإذا هنا يشرح إسام الدين هذا القول، يعني قوله هو صفة نزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن، وصف القرآن بالمركب من الحروف تصريحا بما أريد من القرآن من اللفظ، لأنه مشترك، يعني القرآن لفظ مشترك. فإذا في بعض الأحيان نسمي أو نطلق القرآن ما يوجد بين الدفتين من المصاحف، فكذلك نطلق ما يحفل في ذهني، ما يحفل الحافل في ذهني، وكذلك ما يلفل بلسانه، وكذلك ما يسمع بأذنه، هكذا نطلق. ثم لأنه مشترك، والتعبير عن صفة الأزلية ليس مخصوصا بالقرآن، بل يشمل سائر الكتب والأحاديث القدسية أيضا. نعم، إلا أنه لما كان بحث الكلام أخص بالقرآن خص الكلام به. نعم. ثم وظاهر بيانهم أن صفة الأزلية هي المعاني القرآنية المعبر عنها بالألفاظ القرآنية. لماذا؟ هذا الخلاف كان بين أهل السنة والمعتزلة، يعني هم قالوا بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق. فإذا أهل السنة أثبتوا لله سبحانه وتعالى كلاما قديما صفة أزلية وهو يعني القرآن، كلام الله أثبته، يعني قالوا ليس بمخلوق، القرآن ليس بمخلوق. لأجل هذا الخلاف يعني قال الشارح عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف، وذلك إشارة إلى إثبات صفة الكلام لله تعالى. إذن لماذا كان لله سبحانه وتعالى صفة الكلام؟ لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة،
وهو غير للم وغير للرعد. نعم، فإذا هذا الكلام يعني هناك كلام كلامان، كلام نفسي وكلام لساني. يعني الكلام اللساني عبارة عن الكلام النفسي، وهذا الذي قال القرآن عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا في هذا الدعوة أثبت الشارح مع المصنف أمرين، أن القرآن كلام الله صفة نزلية، والعبارة عنها هذا القرآن نظيره هذا، ليس نظيرا تاما، بل يعني يمكن أن يجعل هذا نظيرا للتقريب الفهم فقط، ليس نظيرا حقيقيا. نعم، هذا كل ما يصور في أمرنا وهو أمر حادث. نعم، ليس أزليا بل بإيجاد الله تعالى. نعم، إذن الذي يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه من ذهنه معنى ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة، وهو غير العلم. إذا قد يخبر الإنسان ما لا يعلمه، لماذا قال إن العلم غير إن الكلام غير العلم؟ إذا قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه، بل يعلم خلافه، يعني ممكن هو ظن منه يخبر ليس عنده علم، هذا يكون خطأ في الواقع. وكذلك في بعض الأحيان هو عمدا يكذب، فإذا هذا خبر بخلاف علمه، الكاذب يخبر بخلاف علمه، هذا واقع. فإذا الكلام يعني ليس العلم. نعم، من أنواع الكلام هذا الخبر والنهي والأمر هكذا. ثم وغير الإرادة، هو غير العلم وغير الإرادة أيضا، الكلام ليس إرادة بل غير الإرادة، لأنه قد يأمر بما لا يريده، قد يأمر الأمر يعني من جملة الكلام، من أنواع الكلام. إذن هو يأتي بالأمر ويأمر بما لا يريده، يعني بخلاف إرادته، لذلك الكلام ليس إرادة. مثاله كمن أمر عبده قصدا، أمره أو تلميذه أو ولده أو زوجته قصدا لإظهار عصيانه وعدم امتثاله الأوامر. فإذا عند هذا الرجل شكاية عن زوجته أو عن تلميذه أو عن عبده هكذا أنه لا يمتثل، فإذا لإظهار هذا يأمره عند من اشتكى إليه. فإذا لماذا يأمر؟ لا يأمر للامتثال في هذه المرة، بل يأمره لإظهار عصيانه، فإذا إرادته ألا يمتثل، مع ذلك يأمره. نعم، وعدم امتثاله الأوامر، ويسمى هذا كلاما نفسيا. نعم، الذي يوجد في نفسه من معنى النهي والأمر والخبر يسمى كلاما نفسيا، على ما أشار إليه الأخطل، يسمى كلاما نفسيا. هذا النوع من الكلام يسمى كلاما في اللغة العربية، لذلك هو أتى بشاهد من الشعر الأخطل، الأخطل من قدماء الشعراء الجاهليين. نعم، يبرهن ويستدل ويحتج بشعره بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، إنما الكلام لفي الفؤاد، الذي يوجد في الفؤاد والنفس هو الكلام حقيقة. ثم إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الذي يصدر من اللسان وهو دليل على ما في القلب وما في الذهن. نعم، إذن في هذا الشعر تلقى هذا الشاعر اسم الكلام على ما في الذهن. نعم، ثم كذلك وقال عمر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ إني زورت في نفسي مقالة، زورت فيما في نفسي مقالة، زورت بمعنى دبرت، دبرت مقالة، مقالة يعني قولا، القول الكلام. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه من أفصح العرب أطلق اسم القول المترادف للكلام على ما في الذهن. فإذا معناه هذا زورت في نفسي مقالة
ثم قلتها، هذه المقالة أولا دبرت في ذهن ثم قلتها باللسان. نعم. وكثيرا ما تقول لصاحبك، ثم دليل ثالث، يا إن في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك. نعم. والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا أولا إزالة لشبهة نافي الكلام، هذا ذكر المصنف الشارح أن الكلام كلامين، كلامان، كلام نفسي وكلام لساني، فهذا الكلام اللساني نظيره محال على الله تعالى، لأنه حادث، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، أما نظير هذا الكلام النفسي ليس محالا في حقه تعالى، لأن هذا الكلام النفسي بالنسبة إلينا بمثل السمع والبصر والحياة والعلم لنا، نظيره يعني الكلام النفسي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى نظير العلم القديم، السمع القديم، البصر القديم، كذلك هذا كلام أيضا قديم هو نفسي. نعم هكذا. ثم والدليل على ثبوت صفة الكلام، نعم، بعد إزالة شبهتهم بإثبات الكلام النفسي وهو ليس محالا في حقه تعالى، قال والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام، فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية، هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. نعم. ثم فإذا الدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة، يعني ذكر المصنف هنا دليلين على ثبوت صفة الكلام، الأول إجماع الأمة والثاني تواتر النقل عن الأنبياء، لكن في الاستدلال بهما مشكلة. هي ذكر الخيالي نقلا عن التلويح للتبتازاني في أصول الفقه، قال في التلويح ثبوت الشرع موقوف على الإيمان بوجود الباري وعلمه وقدرته وكلامه وعلى التصديق بنبوة النبي بدلالة معجزاتها. فإذا هذا ثبوت الشرع يتوقف على كلامه، ولو توقف شيء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدور، فبين كلاميه تدافع ولا بد من التوفيق من التمحل. فتأمل، هكذا ذكر الخيالي هذا الإشكال، يعني كيف يستدل بإجماع الأمة على ثبوت كلامه تعالى، كلامه الإجماع يتوقف يعني حجيته على ثبوت كلامه، الإجماع يعني يثبت حجية الإجماع متوقفا على كلامه تعالى، فكيف يثبت كلامه تعالى بالإجماع؟ كذلك هذا تواتر النقل عن الأنبياء، النبوة تثبت يعني بكلام الله تعالى، فكيف يثبت كلام الله تعالى يعني بالنقل عن الأنبياء؟ هذا دور، هذا هو المشكلة. فإذا أجاب عنه إسام الدين وقال والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة فيه بحث، أما أولا فلأن المعتزلة لم يعترفوا بثبوت صفة الكلام فكيف ينقض الإجماع مع مخالفتهم هكذا، ويمكن دفعه بأن ليس المراد إجماع الأمة على ثبوت صفة الكلام بل إجماع الأمة على أنه تعالى متكلم، فقوله منه متكلم معمول للإجماع،
فتواتر النقل على سبيل التنازع يشهد به ما يأتي بتحقيق الخلاف بيننا وبين المعتزلة من قوله ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء أنه متكلم ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام على أن المراد ثبوت الإجماع قبل ظهور مخالفتهم. أما ثانيا هذا أولا يعني إشكال آخر ليس هذا يعني جوابا صحيحا وأجاب عن هذا الإشكال جوابين بل الجواب صحيح أن خلاف المبتدئة لا يقدح في انعقاد الإجماع كما ثبت في أصول الفقه من باب الإجماع تراجعون يعني خلاف المبتدئة لا يقدح في انعقاد الإجماع الإجماع اتفاق مجتهد الأمة من نسر واحد هذا هو تعريفه مجتهد الأمة معناه أمة ثلاث أمم أمة الدعوة أمة الإجابة وأمة المتابعة أمة المتابعة أهل السنة فقط نعم ما إجماع اتفاق مجتهد الأمة يعني اتفاق مجتهد أمة المتابعة يعني اتفاق مجتهد أهل السنة فإذا خلاف المعتزلة لا يعتبر به في انعقاد الإجماع هذا هو الجواب الصحيح والتحقيق ثم وقال ثانيا وأما ثانيا فلأن ضبوط الإجماع بالشرع والشرع يتوقف على ضبوط الكلام قال الشارح في التلويه ضبوط الشرع يتوقف على الإيمان بوجود الباري وعلمه وقدرته وكلامه وقد سبق في الشرح أيضا نعم يعني في شرح العقائد النسبية الكتاب الذي نقرأه فيه أيضا سبق في شرح قول المصنف الحي القادر السميع العليل إلى آخره أن الشرع يتوقف على كلامه ويمكن دفعه كيف الجواب بأن الإجماع يتوقف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأن مبناه قوله لا تجتمع أمتي على الضلالة لا تجتمع أمتي على الضلالة هذا هو حجة الإجماع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لو توقف إجماع يتوقف على صدق النبي فقط وصدقه لا يتوقف على الكلام صدق النبي يعني هذا أمر خاص صدقه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على كلام الله تعالى بل على المعجزة سواء كان كلاما أو غيره من هذا الجانب يمكن التخلص من هذا نعم فإذا تواتر النقل إجماع الأمة كذلك تواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم يعني كلم الله موسى كذلك ورد كثير مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام يعني ما معنى التكلم؟ معنى التكلم ثبت صفة الكلام للمتكلم يعني قام فيه صفة الكلام فثبت أن لله تعالى صفات ثمانية ما هي العلم والقدرة ثم سبق القوة هذا بمعنى القدرة ثم الحياة والسمع والبصر والإرادة ذكر المشيئة بمعنى الإرادة ثم ومعناهما واحد ثم التكوين التكوين يعني سبق الفعل والتخليق ثم ذكر الترزيق يعني باعتبار الخصوص كلها يرجع إلى التكوين ثم الكلام ثم في هذه الثلاثة يعني الإرادة والتكوين والكلام في هذه الثلاثة شيء من الخفاء وزيادة من النزاع لأجل ذلك فصلها المصنف شيئا من التفصيل فسنقرأ وسنشرح فيما بعد إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق اللهم اغفر لنا ما أخطئنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.